اهلا بيكم. حلقه النهارده فيها شويه عربيات تخط، بس خلينا الاول نعرف اخبار سوق السيارات المحلي اللي اكد فيه عدد كبير جدا من الخبراء ان نسبه العجز وصلت فيه تقريبا ل 80% في حجم العرض، او بمعنى تاني السوق ممكن يزيد بنسبه 80% عن حجمه الحالي، وده طبعا لو العربيات اتوفرت، لان العملاء محتاجين عدد اكبر بكتير من العربيات الموجوده فيه دلوقتي، وده طبعا لصعوبه الاستيراد الناتج عن ازمه العمله وتعطل الافراج عن العربيات في الجمارك والحد الاقصى للسحب والايداع بالدولار.